100% باسكت. 100% باسكت. نتائج تحاليل، استجوابات، تصريحات واستضافات. برنامج رياضي خاص بكرة السلة يهتم بالرياضة المحلية، الجهوية والوطنية على الحياة فام. 37 دقيقة على الحياة فام، أهلا وسهلا بكم في بلاتو سبيسيال خاصو لمتابعة مباراة منتخبنا التونسي لكرة السلة ونظيره السنغالي في إطار الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال 2023، النافذة الرابعة اللي انطلقت فعاليتها البارح بقاعة محمد مزالي بالمنسير للأسف، واللي كان استهلها منتخبنا التونسي بالهزيمة أمام نظيره المصري بنتيجة 67-61. في البداية كل الشكر موصول للزملاء اللي بيش يأمنوا لكم البلاتوم تاع اليوم، أي من ليغا في الأخراج التقني للحصة سيف الدين بولعراس كوتي ديجيتال، سيدة ترابلسي من قدام الميكرو، أكيد تنجموا تتابعوا المقابلة متاع تونس والسنغال بالوصف والتعليق سواء على 93 وإلا على صفحتنا الرسمية على فيسبوك بالفيديو لايف. ما نطولوش عليكم، نمشي مباشرة لقاعة محمد مزالي بالمنستير مع زميلنا عبد الله الحطاب وناخذ تشكيلة الزوز منتخبات وانطلاقة المقابلة في اللحظات هذه. عبد الله مساء النور ومرحبا بك. مرحبا بك، مرحبا بالسادة المستمعين على موجات إذاعة الحياة فهم. بالفعل لقاء انطلق بين المنتخب التونسي والمنتخب السنغالي في إطار الجولة الثانية للنافذة الرابعة المؤهلة لمونديال العالم لكرة السلة. أكيد المنتخب التونسي بعد خيبة أمل وانهزام في الجولة الأولى أمام المنتخب المصري بنتيجة 67-61، مقابلة للتدارك اليوم أمام منافس قوي المنتخب السنغالي اللي فاز على يعني فريق جنوب السودان. المنتخب التونسي اليوم يعني بالرغم الخسارة الجمهور حاضر بكثافة من أجل تشجيع المنتخب الوطني التونسي. المنتخب مطالب الانتصار في اللقاء الثاني، تقريبا 8:40 سيد على بداية المباراة، 5-0 للمنتخب السنغالي والبداية القوية للمنتخب السنغالي، والكرة تعود للمنتخب التونسي. ونعطي تشكيلة المنتخبين بالنسبة للمنتخب الضيف السنغالي: رقم 0 برانكو باديو، رقم 2 بامبا ديالو، رقم 4 اللاعب أبو بكر سان، رقم 5 جون جاكيت وفواسي، رقم 6 موفاي، 7 موسفا ديوب، رقم 8 خليفة أبو بكر ديوب، رقم 10 لامين سامبا، 14 قائد فريق جورجي ديانج، 15 دياي يوسيو، 24 مباين داي، 28 إيبو فاي، والمدرب ديوب. بالنسبة لتشكيلة المنتخب الوطني التونسي: 1 أسامة المرناوي، 3 أشرف القانوني، 4 عمر عبادة، 5 زياد الشنوفي، 7 مراد المبروك، 9 محمد حمود حديدان، 10 ياسين التومي، 11 مختار غياز، 12 ماكر برمضان قائد فريق، 20 مايكل رول، 23 فراس العياني، 50 صالح المجري. مع أول سلة تجي للمنتخب التونسي ياسين التومي، 7-2، ومدرب المنتخب التونسي ديريك باورمان. قلت المنتخب الوطني مطالب بالتدارك في اللقاء الثاني والجولة الثانية والانتصار أمام المنتخب السنغالي اللي فاز يوم أمس على جنوب السودان، يعني مباراة لا تقبل القسمة. بالنسبة للمنتخب التونسي، كرة للمنتخب السنغالي داخل المنطقة، ممتازة الدفاع، ترجع كرة مقطعة للمنتخب التونسي. قلت المنتخب السنغالي خلى بقوة 7 دقائق منذ بداية الربع الأول، 5-0 ثم 7-0 7-2، كرة للمنتخب الوطني التونسي، كرة جانبية خماسي رساسي لعور عليه باورمان ديرك المنتخب التونسي، مايكل رول، فراس لحياني، عمر عبادة، ياسين التومي ومكرم برمضان. كرة للمنتخب التونسي من جديد، مايكل رول لحياني يتوغل، لحياني ويربح القطع، يربح الخطا رغم التوغل، يضرب الكره على المربع، يربح الخطا في راس لحياني، يدخل داخل المنطقه، زوز رميات حره للمنتخب التونسي، زوز رميات حره للمنتخب في توقيت 6 دقائق لعب، 47 ثانيه على نهايه الربع الاول، 7-2 للمنتخب السنغالي مع زوز رميات حره. المنتخب التونسي مع امكانيه تقليص الفارق
رمية حرة الأولى من لاعب المنتخب فراس الأحياني، ينتظروا التسديد إن شاء الله تكون ناجحة. يضيع يضيع الأولى في انتظار الرمية الحرة الثانية للمنتخب التونسي، إن شاء الله تكون الثانية ثابتة لفراس الأحياني. فراس الأحياني فراس الأحياني ينجح يقلص الأربعة 7-3. منتخب السنغالي متقدم على المنتخب التونسي. أرجع الكرة فرانكو باديو منسق لاعب المنتخب السنغالي، اللاعب برانكو برانكو أمام عمر عبيدة. برانكو يلعب مع دياند أو مازال عند برانكو. برانكو الكرة للمنتخب السنغالي، التسديد الثلاثي ضايع وترجع للمنتخب التونسي. ياسين التومي الهجمة المعاكسة للمنتخب التونسي. عمر عبيدة لحياني ياخذ الكرة، فراس شو يعمل بالكرة؟ فراس برمضان مكرم 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 من جديد مايكل رول من خارج القوس ينجح ينجح من خارج القوس ينجح يقلص الفارق الا واحد 7-6. العصفقي للمنتخب السنغالي. المنتخب التونسي يرجع الا واحد. برانكو يلعب لجورج ديانج، ديانج من جديد للامين سامبا. لامين لامين ينجح، لامين سامبا ينجح ثلاثية مع 4 للمنتخب السنغالي والامتلاك للمنتخب التونسي. عمر عبيدة ياسين التومي من جديد. عمر عبيدة عمر عمر عبيدة يلعب مع مايكل رول. مايكل التسديد الثلاثي ينجح ممتاز. مايكل رول يدخل في المباراة. مايكل رول 10-9 على أسبقية للسنغال مع 1. كورة لبرانكو شامل بالكورة يلعب مع فاي. فاي يدخل داخل منطقة الطاس. مايكل رول مايكل شامل بالكورة. مايكل يلعب مع برمضان. برمضان يعمل الدانت يعمل الدانت مع 1 المنتخب التونسي. قلت مباراة كبيرة بشكون بين السنغال وتونس مع 1. 11-10 للمنتخب التونسي. برانكو من جديد للاعب ديانج. ديانج ينجح. ديانج سهل الممتنع طويل القامة 2 متر و11. هذا اللاعب المنتخب السنغالي مع 1 للمنتخب السنغالي والامتلاك للمنتخب التونسي. مايكل رول مايكل مايكل شو يعمل بالكرة؟ يرجع برمضان. مايكل رول مايكل رول يضيع يضيع الكرة يضيع. ممتاز الكرة وترجع للمنتخب السنغالي. اليوب وضايع ممتاز ضايع وترجع للمنتخب التونسي. ارتفعنا سقف في المباراة. ياسين التومي ينجح ينجح ياسين التومي مع 1. تسابق وتلاحق بين السنغال تونس مع 1 للمنتخب التونسي 13-12. يرجع الكرة برانكو كمنسق لاعب رقم 0. برانكو يربح الخطأ يربح الخطأ برانكو يربح الخطأ يربح الخطأ برانكو للمنتخب السنغالي والكرة تعود من جديد للمنتخب السنغالي. قبل 4 دقائق 2 ثواني 13-12. مباراة بداية واعدة بين 2 منتخبات السنغالي والتونسي في قاعة محمد مزالي بالمنستير. والتشجيع متواصل وقص الكرة لحياني وتان. اي 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 يصنع الشوف القاعة. فراس لحياني كالعادة الفتاة طاهر يطير في القاعة والدانك ويصنع الشو يصنع الفرجة في القاعة مع 3 للمنتخب التونسي 15-12. يخلي المدرب ديوب هو وقت مستقع للمنتخب السنغالي. اليوم أفضل المنتخب التونسي من المباراة الفارطة، ولو أن المنتخب التونسي في اللقاء الفارطة خلق قوة في الفترة الأولى. عبد الله ما نعرفش إذا كان في الاستماع ولا حبيت نتفاعل معاك ونستغل وتوقف اللعب هذايا والوقت المستقطع، وحبيت في نفس الإطار يعني الكلام اللي تحكي فيه أنت نعمل مقارنة بمباراة البارح ومباراة اليوم
منتخب التونسي اليوم تركيز كبير منذ بداية المقابلة من ناحية دفاعية ومن ناحية الهجومية، خليه ياخذ الفارق إلى حد الآن 15 مقابل 12، لكن إن شاء الله سيناريو متاع البارح نعرف منتخبنا كان حسم الفترة الأولى 21-13، إن شاء الله ما يصيرش هكا التراخي وتراجع متاع المستوى خاصة في الفترة الثانية والثالثة، ويبقى محافظ على التركيز متاعه المنتخب التونسي إلى حد الآن. المهم قاعد يصير معناتها الأسبقية، ورغم البداية اللي كانت لصالح المنتخب السنغالي 5 نقاط مقابل 0، لكن منتخبنا سرعان ما عدل الأوتار ورجع وخذ الفارق، وهذا ما خلى مدرب المنتخب السنغالي ياخذ أول وقت مستقطع. نرجع لك من جديد عبد الله القاعة محمد مزالي بالمنسير في الوصف والتعليق على مباراة الجولة الثانية من نافضة الرابعة من التصفية الإفريقية المؤهلة المونديال كرة السلة 2023. مرحبا بك من جديد عبد الله. بالفعل السيد، أكيد إن شاء الله المنتخب التونسي يكون أكثر تركيز في المباراة هذه اللي تعتبر مباراة صعبة جدا بين زوج منتخبات. لاحظنا مع بداية الربع الأول والفترة الأولى تركيز، ما فهمش نرزة، ما فهمش احتجاجات بالنسبة للاعبين المنتخب الوطني التونسي، التركيز على الدفاع وكذلك اللعب على مايكل رول، قوة المنتخب التونسي خاصة التسديد الثلاثي وكذلك نجاعة فراس لحياني اللي بصراحة ينجح. قلت فراس لحياني يدخل في المباراة ينجح 17-12، قلت تركيز كبير على مايكل رول وفراس لحياني، وكذلك لأول مرة يدخل في الخماسي الأساسي ياسين التومي، وعلى الأقل المدرب المنتخب التونسي أبقى على صالح الناجر على بنك البدلاء. دي كور منتخب التونسي، ممتاز ياسين ينجح، ممتاز ياسين التومي ينجح مع 7 على المنتخب التونسي. قلت المدرب المنتخب قرا المنتخب السنغالي قاعد يلعب على نقطة ضعف المنتخب السنغالي هو الدفاع على المنطقة. لاحظنا المنتخب السنغالي يلعب أكثر خارج المنطقة كما قاعدين نشاهدوا توا، كل الكرات تمر على اللاعب برانكو والتسديد الثلاثي. المنتخب التونسي قاعد يقلق في المنتخب السنغالي ويقطع في الكرات وقاعد يلعب على الهجومات المعاكسة. لحد الآن علامة حسن للمنتخب التونسي إلى حدود 29 ثانية. إن شاء الله الأولاد يبقوا مركزين في المباراة. هذا تغيير، يخرج ياسين التومي يدخل مراد المبروك، والمنتخب التونسي متقدم مع 7-19 مقابل 12. كرة للمنتخب السنغالي من جديد لمصطفى، ترجع من جديد التسديد الثلاثي للمنتخب السنغالي ضايع. قلت المنتخب التونسي يلعب دفاع المنطقة، يقلق أكثر دفاع المنتخب السنغالي ليصبح يسدد من خارج القوس باعتبار ما لقاش الحلول بالنسبة لدفاع المنتخب التونسي. ترجع الكرة من جديد للمنتخب لكن تتقص للمنتخب السنغالي، الهجوم المعاكس، برانكو ترجع من جديد لهجوم المنتخب السنغالي، موفاي اللاعب الارتكاز داخل المنطقة المنتخب السنغالي، والحكم يقول خطأ ضد اللاعب المنتخب التونسي فراس لحياني، والكرة ستعود للجانبين المنتخب السنغالي تقريبا قبل دقيقة 52 ثانية على نهاية الربع الأول، والتقدم للمنتخب التونسي مع 7-19 مقابل 12. دفاع قوي للمنتخب التونسي منظم اليوم في المباراة، إن شاء الله يواصل المنتخب التونسي التركيز. ترجع للمنتخب السنغالي من جديد الكرة، ترجع لأبو بكر سان للرقم 7 مصطفى ديوب، ترجع المنتخب التونسي ممتاز اليوم المنتخب التونسي دفاعيا، قاعد يقلق المنتخب السنغالي يلعب ذكاء كبير يربح الكرة، كرة تعود للمنتخب التونسي كرة جانبية، والتغيير يخرج مايكل رول يدخل زيادة لشانوفي في خماسي المنتخب التونسي. ترجع عمر عبيدة كمنسق لعب المنتخب التونسي، عمر عبيدة أمامه في المتابعة جون جاك بواسي، ترجع عبيدة من جديد ينتظر المساندة مراد المبروك مكرم برمضان، مكرم مراد المبروك شنوفي تسديد ثلاثي، اي ضايعة، وترجع للمنتخب السنغالي الهجوم المعاكس، انداي برانكو من جديد، برانكو التسديد الثلاثي ضايعة. ايش يقول الحكم للمنتخب التونسي؟ الحكم يعتبرها دفع من اللاعب الارتكاز رقم 15 انداي ورقم 15
طول قامة 2 متر و12 يدفع اللاعب المنتخب التونسي يربح الخطأ، يربح الخطأ والكرة ستعود جانبية، يعني تقريبا 3 ملاعبين من المنتخب السنغالي تقريبا طول قامة بين 2 متر و4 2 متر و12 رقم 15 اللاعب نداي يوسو اللي يرتكب الخطأ، وهذا تغيير يخرج لحياني يدخل مختار غيازة في خماسي المنتخب التونسي تحت تصفيق الجمهور الحاضر في القاعة. اللاعب المنتخب فراس لحياني ترجع الكرة أو مرة عبيدة أو مختار غيازة قبل الدقيقة 11 ثانية على يترب الأول، مختار غيازة ينتظر المساندة، مختار يلعب مع عمر عبيدة، عمر عبيدة أمامه في المتابعة جون جاك بوسي، عمر يلعب مع اللاعب مكرم برمضان، مكرم ممتاز تحت السلة، تحت السلة ينجح ممتاز مختار غيازة تحت السلة ينجح مع 9 للمنتخب التونسي يساعد الفرق. ترجع لبرانكو، برانكو من جديد رقم 6 موافي يربح الخطأ، يربح الخطأ، زياد الشانوف يرتكب الخطأ، 2 رميات حرة للمنتخب السنغالي بل تقريبا 41 ثانية على نهاية الربع الأول مع 9 للمنتخب التونسي مع 2 رميات حرة للمنتخب السنغالي على ما يبدو رقم 6 شيطولة تنفيذ 2 رميات حرة موافي شيطولة تنفيذ رمية الحرة الأولى ينجح يقلص الفرق الثمانية 21-13 بل 41 ثانية والرمية الحرة الثانية للمنتخب السنغالي موافي ينجح يقلص السبعة 21-14 الامتلاك للمنتخب التونسي. عمر عبيدة مثل محافظة على الكرة ينتظر المساندة، عمر عبيدة مثل محافظة على الكرة يلعب مع مكرم برمضان ينجح مع 9 للمنتخب التونسي 29-14 مع 9 للمنتخب التونسي والامتلاك للمنتخب السنغالي. جون جاك بواسي 10 ثواني على نهاية الربع الأول، جون جاك يربح الخطأ، زياد الشانوف يرتكب خطأ ثاني، كرة جانبية للمنتخب السنغالي قبل 4 ثواني على نهاية الربع الأول 23 للمنتخب التونسي 14 للمنتخب السنغالي مع 9 للمنتخب التونسي. كرة تعود لمصطفى ديوب، مصطفى ديوب ينتظر الحال، مصطفى ديوب من جديد التسديده الثلاثي ضايعه تجي مع نهايه الربع الاول، يا سيد بتقدم المنتخب التونسي على المنتخب السنغالي 23-14 هي نتيجة الفترة الأولى لصالح المنتخب التونسي أمام نظيره السنغالي. نعود نذكر بالإطار هو الجولة الثانية من النفذة الرابعة من التصفية الإفريقية المؤهلة المونديال كرة السلة 2023، المباراة قاعدة تحتضنها في اللحظة هذه قاعة محمد بزالي بالمنستير. نعطيه بعض الوقت الزميلة عبدالله الحطاب باش يسترجع أنفاسه. نذكركم ب نتائج المقابلات متاع اليوم في الحقيقة لحساب الجولة الثانية، انتصار الكافير على أنغولا 58 أو انتصار أنغولا على الكافير 65-58، انتصار المنتخب المصري اللي كان فاز على تونس البارح اليوم يحقق انتصاره الثاني على التوالي واللي جاء على حساب المنتخب الكامروني بنتيجة 86-74، فوز نيجيريا على غينيا 89-70. في اللحظات هذه منتخبنا التونسي متقدم على نظيره السنغالي في الفترة الأولى. 8 متاع الليل مباراة أوغندا مع الكوت ديفوار، والعشرة ونص متاع الليل مباراة جنوب السودان مع الكونغو الديمقراطية. نعود نذكر أنه 2 منتخبات باش يتأهلوا فقط لبطولة العالم، في حين صاحب المرتبة الثالثة باش يتم اختيار أفضل منتخب صاحب مرتبة ثالثة باش يرافق 2 منتخبات
ستة. هذوما بالنسبة لمجموعة المنتخب التونسي. الترتيب إلى حدود المقابلات متاع اليوم: في الصدارة مصر 15 نقطة، في المرتبة الثانية جنوب السودان ب 13 نقطة وتنقص مباراة، الكونغو الديمقراطية، السنغال وتونس ب 11 نقطة، ثلاثة منتخبات هذوما، والمرتبة السادسة والأخيرة نلقاو فيها الكاميرون ب 10 نقاط. دونك حماس وتشويق ومنافسة كبيرة من أجل المركز الثالث بالنسبة لمجموعة المنتخب التونسي، في صورة أنه يكون واحد من المنتخبات هذه أفضل صاحب مرتبة ثالثة. إن شاء الله أكيد نتمنى أنه يكون المنتخب التونسي. نرجع من جديد لقاعة محمد مزالي بالمنسير وانطلاق الفترة الثانية من مباراة تونس والسنغال من جديد مع زميلنا عبدالله الحطاب. مرحبا بك مرة أخرى عبدالله. مرحبا بك مرة أخرى سيد. بالفعل بداية الربع الثاني من الشوط الأول بين المنتخب التونسي والمنتخب السنغالي، نذكر نهاية الربع الأول 23-14 للمنتخب التونسي، الكرة للمنتخب السنغالي تحت السلة رقم 15 طويل القامة ويربح الخطأ. قلت كل الكرات تتلعب على اللاعب رقم 15 شندا يوسو، 2 متر و12 هو اللاعب في الخماسي الأساسي للمنتخب السنغالي، وكذلك هو اللاعب في القاعة باعتبار صالح الماجري على بنك البدلاء، 2 رميات حرة للمنتخب السنغالي للاعب نداي، انتظار 2 تغييرات للمنتخب التونسي. نداي ضيع له والحمد لله الكرة ضاعت في انتظار رمي الحرة الثانية للمنتخب السنغالي اللاعب نداي في الربع الثاني. نداي في انتظار رمي الحرة الثانية، نداي ينجح في الثانية يقلص الفارق 8-23 مقابل 15. 2 تغييرات، مايكل رول يدخل، يخرج الشنوفي، يدخل فراس الحياني في تشكيلة المنتخب، يخرج مكرم برمضان. كرة للمنتخب التونسي، أشرف القنوني اللي خدم مكانه في الخماسي الأساسي، أشرف القنوني مثل محافظ على الكرة، ينتظر المساندة مراد المبروك، ترجع له من جديد أشرف القنوني، ممتاز فراس الحياني، فراس مختار ضايعة من مختار غيازة، ترجع للمنتخب السنغالي من جديد، ممتاز فراس يخرج الكرة وترجع الامتلاك للمنتخب السنغالي بل 9.7 ثواني على نهاية الربع الثاني مع 8 للمنتخب التونسي. ترجع لنداي من جديد رقم 6 موافي أو رقم 5 جون جاك واسي، رقم 6 نداي يسدد وينجح ثلاثية من موافي يقلص الفرق إلى 5-29-18. ترجع الكرة للمنتخب التونسي، أشرف القنوني يلعب مايكل رول من جديد، ترجع المنتخب التونسي، مراد المبروك مختار غيازة مايكل رول ممتاز تحت السلة ينجح يضيع أشرف القنوني، يعني ما فهمناش ما أسهل من هكا على المستوى 1-0 يضيع على كرة وترجع الكرة للمنتخب التونسي، ممتاز الكرة ترجع عفوا للمنتخب السنغالي، الهجوم للمنتخب السنغالي يضيع، مايكل رول ياخذ الكرة ترجع من جديد مراد المبروك من جديد، أشرف القنوني مايكل رول مثل ما عاد على الكرة يعمل بالكرة، مايكل رول يعمل الكرة مختار غيزة، مايكل رول التسديد والكرة ضايعة والامتلاك للمنتخب السنغالي، بوفاي يعمل الريباون مع 5 المنتخب التونسي 7.40 ثانية والامتلاك للمنتخب السنغالي، فايو يضيع وترجع له من جديد يضيع وترجع للمنتخب التونسي، ترجع للمنتخب التونسي يربح الخطأ، أشرف القنوني يربح الخطأ وكرة جانبية للمنتخب التونسي، عمر عبيدة يدخل، أشرف القنوني غادر القاعة، مفهوم جدا المدرب يخرج أشرف القنوني داخل لاعب المنتخب الوطني التونسي، عمر عبيدة والامتلاك للمنتخب التونسي، يدخل رقم 14 ديانك قائد فريق المنتخب السنغالي، يخرج أطول لاعب في القاعة
انداي ترجع لمخبطونش عمر عبيدة. عمر عبيدة من جديد. مراد المبروك. مختار غيازة. مراد المبروك. مراد المبروك. مراد يرى مع مايكل رول. مايكل رول من جديد المنتخب التونسي. عمر 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 وينجح. ينجح عمر عبيدة مع 7 للمنتخب التونسي. 6 دقائق 58 ثانية. 25-18 للمنتخب التونسي. ترجع الكرة منتخب السنغالي من جديد لجون جاك بواسي. جون جاك يلعب مع اللاعب بو من جديد. ترجع الكرة المنتخب الوطني التونسي. مايكل رول. مايكل رول. عمر عمر عبيدة. عمر عبيدة. عمر عبيدة. تسديدة ثلاثي. عمر يضيع الكرة. عمر عبيدة وترجع للمنتخب السنغالي من جديد لجون جاك بواسي. ترجع للاعب نيانغ. نيانغ اللاعب رقم 7 يضيع وترجع للمنتخب السنغالي مرة أخرى وينجح ولو بصعوبة ينجح. يقلل سلة 5 25-20 للمنتخب التونسي والامتلاك للمنتخب من جديد. مايكل رول. مايكل يلعب مع غيازة. مايكل رول من جديد. مايكل رول ينتظر المساندة. مايكل مختار غيازة. مختار يضيع. مختار يضيع. ترجع للمنتخب السنغالي الهجوم. الهجوم والخطأ. جون جاك بواسي يربح الخطأ والكرة في انتظار انه يكون جاهز من جديد زميلنا عبد الله الحطاب. نعاود نذكر بالاطار نتاع المباراه المنتخب التونسي ونظيره السنغالي. يرجعنا من جديد بهيت. نرجعوا للتعليق المباشر من قاعه محمد مزالي مع عبد الله الحطاب. 25-20 لفائت منتخبنا التونسي امام السنغال. هكا ولي عبد الله. اكيد السيد 25 مقابل 20 بل 5 دقائق 54 ثانية على نهاية الربع الثاني الشوط الأول مع رمية حرة ثانية للمنتخب السنغالي اللي ينجح ويرجع في المباراة ويقلص الفرق إلى 4 25 مقابل 21 بعد ما كان المنتخب الوطني التونسي ماخذ الفرق مع 9 نقاط. يرجع المنتخب السنغالي ويقلص الفرق إلى 4 مع امتلاك للمنتخب التونسي. عمر عبيدة من جديد يرجع لمراد المبروك. مراد المبروك لعمر عبيدة. عمر عبيدة. عمر عبيدة. عمر عمر شو يعمل بالكرة ممتاز. مراد المبروك. مراد 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 وينجح. ينجح عامل الخبرة مع 6 للمنتخب التونسي. 27-21 أمام المنتخب السنغالي والامتلاك يعود للمنتخب السنغالي من جديد. كرة للمنتخب السنغالي لبرانكو. برانكو ينتظر المساندة. برانكو يربح الكرة. يربح الكرة المنتخب السنغالي بل 5 دقائق 13 ثانية على نهاية الربع الثاني وقبل 8 ثواني سيد من نهاية الهجمة بالنسبة للمنتخب السنغالي. يعني عنده 8 ثواني من أجل التسديد. إن شاء الله المنتخب التونسي يقطع الكرة. 27-21 المنتخب التونسي. ترجع الكرة المنتخب السنغالي. 7 ثواني على نهاية الهجمة. برانكو. برانكو يسدد. يسدد وضارعة. ترجع الكرة للمنتخب التونسي. الهجوم المعاكس ضايع. بيه عبد الله تعاود تذكرنا بالتوقيت والنتيجة. 4 دقائق 58 ثانية سيد بل نهاية الشوط الأول. 27 للمنتخب التونسي 23 للمنتخب السنغالي. 27-23 أسبقية للمنتخب التونسي أمام نظير السنغالي. احنا مواصلين في متابعة مباراة كرة السلة بين تونس والسنغال لكن توا نتركوا المجال لزملائنا من قسم الأخبار زميلتنا نجلة هاني تجيكم في موجز الساعة الثامنة ومن بعد مواصلين في بلاتو سبيسيال مباراة